في سلسلة تفجيرات استهدفت مواقع سياحية في تايلاند مساء الخميس وصباح الجمعة، قتل 4 أشخاص وجرح آخرون بينهم عدة سياح أجانب. وفي الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة مسؤوليتها عن هذه التفجيرات، استبعدت الشرطة من أن تكون هذه الهجمات عملا إرهابيا، وقالت إنه مجرد تخريب محلي. وقال المسؤول عن الشرطة العامة في العاصمة التايلاندية بانكوك: كل المقاطعات السبعة التي استهدفت هي المقاطعات التي قبلت بمشروع الدستور، ولهذا فإن هذه الهجمات يمكن أن تكون محاولة من قبل مجموعة تعارض هذا الأمر، وذلك لزعزعة الاستقرار وثقة السياح. وقد تركزت التفجيرة على المناطق التي تتوافد إليها أعداد كبيرة من السياح، وكانت هوهين هي الأكثر تضرراً، كما استهدف اليوم تفجيران في غضون نصف ساعة مركزين للشرطة في مدينة سوارتاي على بعد 400 كيلومتر إلى الجنوب.